يوسف كي مشيت طلعت من العدالة، ليش ما كملتش في العدالة؟ نفس السبب اللي خلى البلبولي ما يكملش في العدالة. المدرب أكيد نصيف البيوي، سي نصيف البيوي جاء صح في ال بون. أنا طلعت مع العدالة وكملت صفحات ممتاز، يعني لعبت مع سي اسكندر، يعطيك الصحة، مع سي اسكندر القصري، وعملنا مباريات ممتازة. لعبت 6 شهور ومن بعد كي تعاقد النادي مع سي نصيف البيوي من اللي في تونس قال لهم التوانسة ما حشيش بهم، يعني أيمن بلبولي، يوسف وزاعي، علاش؟ أوكين إيدي، فما حاجة صايرة قبل بيناتكم ولا؟ ما نعرفوش، عمري ما ريتو، عمري ما ترنيت عنده، عمره ما صار حاجة ما بيناتنا. من قبل ما يجي قال لهم باش نبدل الأجانب، باش نبدل الأجانب، قال لهم باش نبدل الأجانب، وهذاك اللي صار. شي لما ما ولد بلادك يدز معاك، نحاني كومبليتمون. أنا ليه أنا ما نستناش في حتى حد يعطيك حق باهي، ما نقولوش يدز معاك. أنا عندي قناعات، مدرب راهو يشوفك تربحه يلعبك من غير ما تخمم، ما تكسرش راسك، كان ما لعبكش راهو في قناعاته هو اللي انت ماكش باش تربحه. خاطر المدرب شنيا هو النتائج، هو كان ماشي بالتفكير هذا ولا اكيد هو في قناعاته اللي نحن ماناش باش نضيفوا له حتى شيء في النادي العداله. ما تاكو هذا شويه تكنيك، فماش مشكل ولا حاجه، فماش مشكله شويه تكنيك، اما الطريقه هي اللي ما كانتش. كيف كانت الطريقه؟ طريقه تجي تحكي معايا تقول لي شنو هي الاسباب، علاش، كيفاش، مش في وجهي حاجه وفي ظهري حاجه اخرى. نفس اللي صار معايا من البلبولي صار معايا. ما نحبش التوانسه نقولوا، ما نحبش نقول، هذا كلام كبير، ما نحبش التوانسه، كلام كبير برشا برشا. ربي يهديه، هو ربي معاه، يمكن صارت له حكايات اخرين قبل مع التوانسه، كسوا في قطر ولا في البحرين ولا فما دي جوار توانسه صارت لهم نفس الكا مع هو بالذات، يمكن صدفة، يمكن ما هو صدفة. انا ديجا توا قاعد نقص على الفجيرة نشوف ايش باش يعمل مع فراس بالعربي بالضبط. انا سالته ذلك، كان معايا وسالته العلاقة بين باهية بيناتهم فهمت. هكا وخاطر فراس بالعربي محبوب ومتألق وقاعد يسجل وما عندوش. اش عمل البلبول؟ قلت لي الطريقة نفس الطريقة عملها البلبول. والله اخيب حتى منك انت زاد. والله صراحة كنت شاهد انت وقتها معاه. ما تحكيش فيه خير الموضوع، والله ما تحكيش فيه خير. طلعوا توازيام جارديان بعد ما حطوا يعملوا يشوفمون. ما نحبش انا، راه احترام لايمن البلبولي. خويا وصاحبي وعشيري وتاريخ في الكره التونسيه، وحتى حد ما ينجم نهار يشكك فيه في في في. اي اكيد باش نعرفوا الحقائق والتاريخ معناها. ما نجمش نحكي في حاجه يمكن هو ما يحبنيش نحكي فيها ايمن ولا حاجه، اما طريقه تصغر الناس. فهمت، تصغر الناس وتعملها في بلاد اجنبيه و مع حارس دولي نتاع منتخب، حارس دولي منتخب، والعباد يعني المسؤولين نتاع الفريق السعوديين يعني يشوفوا فيك اش عملت بالضبط. عارفينك اش عملت وفايقين بيك. اي هذا اللي صار، عمل لي شوفمون بعد طلعوا الجرادان وخلى توازيام جارديان هكا صار هكا صار. فيها تقزيم معناها كاين البلبول. شوف هو موش تقزيم، يمكن هو تفكيره باش يخلي ايمن البلبول ينسحب من الفريق وحده، فهمت؟ يحب دفعه الانسحاب، يحب الديسيزيون ياخذها ايمن البلبولي، فهمت؟ بار كونتر ايمن يعني رزين ويعرف يخمم وكبير، ماهوش اللي باش يتيح في البياج نتاع بروفوكاسيون كيما هكا. صارت مشاكل بيناتكم في الفستير ولا حاجه؟ جامي دلا في، انا قلت لك انا ما حتى من بعد من الاستفزاز وحاجات كيما هكا. لا جامي جامي جامي، عمره ما فسختوا ومشيتوا على روحكم هكا. مشيت على روحي انا احتراما للاشخاص اللي عشت معاهم هذوكم في فريق عام ونص. واحتراما لبلادنا، واحتراما للاطارات الفنيه التوانسه اللي قاعده تعطي في برشا 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 لسمعة تونس والرياضة التونسية في السعودية. يوسف اسكندر القصري كيف عمل ديكلاراسيون وقتها قال البلبولي من الأسباب اللي ما خلاتش ينجح في العدالة. لا مش يمكن ديكلاراسيون العباد فهمتها بالغلط، يمكن ديكلاراسيون
انت كنت موجود وقتها كنت معهم؟ موجود، كنت موجود للديكلاراسيون. ايمن بلبولي كان قائد فريق، كان قيمه ثابته، كانت الناس كل تحبه، الاداريين اللاعبين يحبوه برشا، سي اسكندر القصري يحبوه بالكدي بالكدي. اللي صار وما فيها ما صار، الماتش الاخراني اللي قعدت فيه سي اسكندر اللي هو ماتش الحازم عملنا فيه 2-2 حتى ال 93 دقيقه 2-1 نحن رابحين. اوكي، صارت غلطه صغيره من ايمن تقبلنا به البونتو. صارت غلطه صغيره تقبلنا به البونتو، التعادل هذاك خلت الاداره تقيل سي اسكندر القصري. فهمت. يعني هو كي قال ايمن بلبولي سبب من خروجي، مش ايمن بلبولي عمل له حاجه ولا صارت مشكله، جست الغلطه نتاع البونتو. يعني البونتو اللي غلطت فيه قبل البونتو هو اللي خلى الاداره بحكم تعادلنا النهار هذاك اللي خذيت قرار بتغيير مدرب. دخلت يوسف بروفيلك فيسبوك، عملت دوره شويه، شدت انتباهي حاجه، هبطت تصويره، قلت صوره كتبت عليها صوره بألف معنى، بون في 2017 عندها برشا هي. الصوره هذه تعني الكاثيوس، عمرها 9 سنين، تعاودت برشا تقريبا في كل المقابلات، نسخن كل ماتش، نستنى باش ندخل واصحابك الكل يدخل وتظلم الدنيا وانت تستنى، وبعد تروح الدرس يسالك بوك شو عملت ما تلقى ما تجاوب. الحمد لله على كل شيء. بون ما زلت ويا ستاتو، شكون قصدت بها؟ شو قصدت بها ستاتو هذيك؟ والله ما قصدت بها حتى حد. وين هي وقت البريود هذيك؟ في حمام لنف. في حمام لنف اللي نلعبوا ديما لي ماتش اميكو في بورسدريه، وانا طفل صغير نمشي ناخذ 37 كار صفراء، بعد ساعات نص المخر نبدا نلبس صبات كره في الكار. الحمد لله يا رب، يعني راني هبطتها ستاتيو، هبطتها فرحه، ما هبطتهاش وجيع، هبطتها فرحه خاطر وين كنت تجاوزت هالمده، صحيت وكي تسوفري وتتعب وتحب توصل لوبجيكتيف وتبدا عباد واقفه معاك. بالمناسبه الوالد نتاعي يا ربي يفضله لي، اللي نتمنى يعني نفرحه في حياته الكل، اللي نتذكره قبل في الكلوب تبدا المطر تصب عليه في الشارع ويستنى فيه وقتاش نكمل انترينمون في حمام لنف كيف كيف، تعب معايا حاجه ما ننساهالوش حياتي كامله، وان شاء الله نعوض له حتى العشر من اللي عمله. ان شاء الله. علاش تلعب ب 90 يوسف؟ لا ما نلعبش ب 90، لعبت ب 90 في العين بركة. اوكي، علاش وقتها ما لقيتش الديس؟ الديس هما عندهم قانون في السعوديه، النومرو نتاعك تقيدوا من ديبيت سيزون. فهمت. النظام حتى في النواب كل شيء منظم، يعني يا ريت انت مثلا تصح كونتراتوك يعطيوك نومرو، النومرو ذاك سيزون كامله يقعد على ذمتك، يعني كي تخرج حتى في وسط العام ما ينجم يلبسوا حد الا ما توفى سيزون. فهمت. انا وقتها مشيت بلاست جوار ماروكي خرج في ديسمبر هو، وهو لابس نمرو 10، يعني خذاها من اول العام دو تيل فاسون ما ينجم يلبسوا حتى حد السيزون هذيك الا ما توفى السيزون باش يعاود يلبسوا واحد جوار جديد. فهمت. دونك مشيت غاديك نلقى 3 ولا 4 نيميرو يعني ديسبونيبل، خديت 90 ما عنديش علاش. اش عمل فيك روجي لومير؟ روجي لومير لا ما عملش فيا روجي لومير، يمكن خرجت تسب فيه في الشارع تصيح وتعرف. لا مش سب، لا مش سبان، لا مش سبان، بون يمكن واحد بالحسره حبي حبك جوست تحكي لي كيفاش خرجت تسب في الشارع وكا تصيح. ايه بحثي هشام السيفي، خرجنا وقتها نقضي وما نعرفش شنيا بالقاهره ابوها تستنى هو شنيا هو شنيا هو خرجت انا في الليست. اما في الليست داتونت انا وقتها وزيد دربالي هبطوا لك اسمك وقتها اكزاكتومون، يعني الليست اللي كونفوكي في ستاج اي وحاطين 3 جوار ليست داتونت. في ليست داتونت تعديو 3 ايام مشيت على روحي بردت الحكايه، ومن بعد نسمع جوار تضرب خرج من الجروب، جوار مرض خرج من الجروب، جوار توا عيطولي توا عيطولي توا عيطولي، قام طلعوا من ليكيب اولمبيك وزادوا طلعوا من ليكيب اولمبيك وزادوا عاودوا طلعوا من ليكيب اولمبيك، واللي في ليست داتونت ما عيطوا حد، واللي في ليست داتونت ما عيطوا حد، يعني عاملينها تصويره ليست داتونت. ايه كيف خرجت للشارع؟ عيط يا لومير يا لومير كملنا الباقي والقارب.